أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجيا. وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لقناة العربية إن هناك أدلة وثائق تدين قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول خليجية وعربية. وأضاف من نيويورك على هامش جلسة نقاش بمنتدى بلومبرغ العالمية أن على قطر وقف دعمها للتطرف والإرهاب ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول، كما شدد على أنه يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب. قطر تدخلت في مصر، تدخلت في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في البحرين، في الكويت. تدخلات قطر معروفة جدا. قطر تدخلت لإشعال الفتنة بين السلطة الفلسطينية وحماس. قطر تدعم منظمات إرهابية، تدعم ميليشيات متطرفة. هذه أمور الجميع يعرفها. هناك وثائق وأدلة تم تقديمها، هناك أفراد مطلوبين من قبل الأمم المتحدة، من قبل الولايات المتحدة، من قبل دول أخرى بسبب دعمهم للإرهاب، متواجدين وعايشين معززين ومكرمين في قطر. الكويت هي الدولة التي تكون دولة الوساطة، وهذا أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا حل ما تقدم فيه تغيير. الحل سيكون حل خليجي خليجي. على قطر أن تكف دعمها للإرهاب والتطرف واستضافة من هم المطلوبين وإيقاف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون دول المنطقة. يجب على قطر أن تلتزم بالمبدأ أن الإرهاب يجب أن نحاربه ولا ندعمه. نفس الشيء التطرف ونفس الشيء استضافة من هم المطلوبين.